خد الانفراد ده مني. لما جت اللجنه الخماسيه وعمك الحاج عمرو الجنايني ده، انا كنت بحترم اللجنه الخماسيه جدا يا جماعه، في حاجات وقعت تحت ايدي خلتني يعني لا ياخذوا كالشكل لانهم دمروا المضمون. او عملوا لجنه بكشوف بركه فيها ما يقرب من 35 ولا 40 واحد يبعتوا له عشان ينشر اي حاجه واي حاجه من منطلق غسيل السمعه وتجميل الشكل العوج وتحليه المعفن. واستمرت اللجنه بكشوف البركه. فللاسف الشديد ما كنتش اتمنى ان انا اقول كده وعندي الكشوف بتاعت عندي حتى ان اسمي موجود حتى ان البعض من العشم معين قريبه وقريبته اللي مش لاقي شغل يدخله في اللجنه كده، يعني ما يطلق عليها لجنه كتابه الاخبار، لان عيب ان انا اقول لجنه اعلاميه عشان ما فيش زميل عندي معرفك زميل وحش، كلهم افاضل وكرام وفوق دماغي. لفت الايام ودارت واستمرت اللجنه. فمين اللي هيقول اقول لك ايه بس مين اللي هيقول هتقولوا لي ضحكت ليه وقلت المعلومه دي؟ بلاش اسامي، لا مش هقول اسامي لان انا بحترم ايدي يعني والله ادرى بظروفهم يعني بس انا اللي خلاني قلت الخبر ده لان انا حذرت يعني ما تلعبوش بعواطف الناس، لان انا شخصيا مش هسكت على ان الناس يضحك عليها. انا اثبتت لكم ان كل خبر بيتقال عن عقوبه حكم اونطة وان وجيه احمد بيلعبها خرصه وان عيب يتمرر بس عادي، جروب بياخد فلوس هيعمل ايه؟ هيكتب يعني في النهايه ده جروب بياخد فلوس. فاخر النكت للاسف وقع فيها صديقي هاني حتحوت عشان كده ضحكت، يعني خبر انفراد استبعاد جريشه وطارق مجدي من اداره المباريات بالدوري بسبب الاخطاء في مباراه الاهلي وبيراميدز. مش ده نفس الخبر اللي طلع برضه بعد مباراه الاهلي؟ انا بس اقول لهم حاجه يعني. انا عايز ادخل على الجروب ده والله. بص شايف ده مين؟ انا عاجب لك من ورق اتحاد الكوره بس. ده مين؟ ده الورق اللي بيتبعت يعني. ده هو اللي في الدائرة الحمراء، ده محمود دسوقي حكم فار مباراة مين؟ سيراميكا كليوباترا والأهلي. أده هو. أهو. ده من المباراة عنده أخطاء رهيبة. يعني منها إن هدف الأهلي الأول في شك إنه فاول، عشان أهو بتكلم بما يرضي الله. وأنا شفت رجل المدافع بتاع سيراميكا مشروخة. وعندي الصورة على فكرة، الولد رجله مشروخة بجد والله. ولا ذلك ما علينا، الأوفسايد اللي حسبه فضيحة بتاع الأهلي مش أوفسايد. ما علينا، الأهلي فاز 2، فلو فاز 1 كان من حق السيراميكا يزعله، ولو ما فازش كانت هتبقى جناية الانفراد والهدف الأوفسايد، لأنه مش أوفسايد طبعا عشان تبقوا عارفين. فاكر انت احمد الكارثه دي ولا مش فاكرها؟ التسلل حاجه تتنسي. فاكر ده تسلل فضيحه، ولا انت مش معايا؟ واللعبه اتكملت بهدف، يعني لعبه الفار. لعبه الفار صح. ايوه. بص يا عم الحاج تعال بقى وبص اهو مباريات الثلاث امبارح عشان بس الاخوه يتقوا الله اللي بيكتبوا، مش واجه احمد اللي يوجه الناس ولا يضحك على الناس. بص ادي اهو عشان ما حدش يبص، شايف اهو مباراة المقاولين العرب سموحة 26، شايف مين ده؟ اهو في الدائرة الحمراء محمود الدسوقي اهو. طب شكله كل واحد كتب عامل ايه بقى دلوقتي؟ سيراميكا
كليوباترا والاهل محمود الدسوقي، سموحه والمقاولين محمود الدسوقي بعد اسبوعين او بعد اسبوع 10 ايام، ولا انا غلطان يا استاذ احمد؟ محمد سلامه ده ما كملش 4 ايام لسه الماتش من 4 ايام، ولا ليه 5 ايام اهو. ما فرقتش كتير والله، ما فرقتش، واخد بالك انت؟ فهتيجوا تضحكوا على الناس تاني، تيجوا تضحكوا على الناس تاني، تضحكوا على الناس تاني وتقولوا لهم ايقاف جهاد. طب ما انا النهارده كتبت على تويتر تفاصيل القعده اللي حصلت، واديني بنفرد معاك بيها، بس انا بجيب المعلومه رغم انهم مشوا ناس من اللجنه بسببي، بس مش مشكله، في خير ربنا كتير. يعني انا بقول لك اهو، قال له يا كابتن طارق مجدي، قال له يا كابتن وجيه ازاي ارجعه للفار وهو صفر قبل بوليا ما يحط الكره في الشبكه، واللقطه واضحه على فكره عشان نبقى امنا وبنتكلم بما يرضي الله. لو جبت اللقطه في الاعادات جهات صفر، وعلشان كده احنا امبارح قلنا دي مركبه، بعد ما شفنا اللقطه النهارده كتير دي بتاعه جهات صفر متسرع، لان الالتحام كان طبيعي ما فيهاش فاول. والا عجبني جدا انا الكابتن، عجبني جدا 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 اعتقد عماد متعب او الكابتن الشناوي مش فاكر مين فيهم، لما قال لك اللي يدي دي فاول يدي تراوري ضربه جزاء، دليل على انك انت مش فاهم حاجه. اللي يدي دي فاول يدي تراوري ضربه جزاء، لان كده كده ما بيفهمش، مش كده كده صح؟ لكن انت ما بتفهمش فتروح تدي دي فاول يعني اللي يدي دي، ما هو الالتحام بتاع تراوري هو نفس ماسك الهوا بتاع اكرامي، وانا بدور من امبارح على الهدف، يا ريت حد يجيبهولي احمد عبد الله اللي معايا، هدف اسك ابيجان في شريف اكرامي لما كان بيدرب الاهلي، مارتينيول اللي طلع بعديها قال عليه ثلاجه لما مسك الكرة ونزلها من ايده، لو حد يقدر يجيب لي الهدف ده، انا بدور عليه من امبارح مش عارف اجيبه، لو حد يقدر يجيبه لي نفس اللعبه. امبارح حد بياكد لي بيقول لي نفس اللعبه بتاعه الاهلي اسك ابيجان، هدف اسك في الاهلي نفس اللعبه بتاعه بوليا، ومع ذلك دي ليها وعليها عشان ابقى حقاني، ليها وعليها، في ناس قالت ليها وفي ناس قالت عليها، ولكن حتى اللي قالوا لا قالوا لا بنسبه، يعني مش هدف بنسبه، يعني ما فيش حد حسب انها مش هدف. الكابتن محمود سعد معانا كان اديله حقه، قال اني شايف التلاحم مش تنافس، هو وياسر عبد الرؤوف، الباقي كله قال لك هدف، واللي ما قالش هدف قال لك بنسبه، لكن ضربه الجزاء ما فيش حد ما اجمعش عليها. يعني خلينا في الاجماع يا عم، سيبك من اللي عليه اختلاف. طب عم طارق مجدي النهارده في التحقيق، بلاش تحقيق لان ده كله اعداد وديه، يقول لك تهيئ ومش تهيئ، كله في الاوانطه كان يمتص الناس. قال ايه؟ قال اللعبه دي انا ماليش دعوه بيها، ده طارق مجدي سفر قبل ما يخش بواليا ما يكمل الكوره وهما الاثنين في الهوا، فاذا الكوره بعيد عن الفار، خلاص طلعت بره الفار. طب ضربه الجزاء جهاد قال له انا كلمتك ما ردتش عليا، قال له انا ما سمعتكش، قال له يبقى انت كنت سرحان. راح وجيه قال له طب وانت ما ندهتش ليه عليا، ما وقفتش ليه اللعب؟ اللي حصل يا كابتن اتلخبط، والنبي اتلخبط، اعمل اتلخبط يا كابتن، افتكرت المدام عامله لي باميه باللحمه الضاني ولا عامله لي ملوخيه بالارانب؟ هو في مصير دوريات كده يا جماعه؟ في دوريات يبقى مصيرها كده؟ زي لعبة الزمالك في أسوان بتاعت إمام عاشور، الحكم ما كلمش الفار، طب ما تندهله، ما تندهله وتوقف اللعبة كمان، تضرب الجزاء في وقت قاتل تحط الزمالك في الصدارة، ولضرب الجزاء في وقت قاتل آخر ربع ساعة تحط الأهلي في الصدارة، ووادي دجلة في وقت قاتل تخلي الأهلي في الصدارة. لا هو ما حدش بيفكر الكلام ده أصلا، يعني حد بيقول لي الهدف عندي بس المشكله في الحقوق. طب ابعتهولي اشوفها بس، مش اعرضها يا احمد. بيقول لي انا فعلا عندي بس مش راضي يبعتها لي من امبارح عشان الحقوق.
اهو هدف الاهلي في اسك ابيدجان، جودي بعتته لي اهو، بس انا مش عايزه يا جماعه عشان الحقوق، بس انا عايز ايه اللي بعت لي اتاكد انه بعت لي صح. اديني بتفرج عليه هنا. عليه حقوق يا جماعه، بي ان سبورت ينفخونا. قدم بقى يعني يكون لي دور هجومي مع متعب ومع عمرو جبت. بس يا عم اوطي الصوت بس، عشان انت تفكر انت تعرف ان ممكن يجي لنا بلوك على الصوت. انا بس بقدم اهي والله، انا نفسي اشوفها. انا نفسي اشوفها المعلومات ليا يا احمد. يا زاد مصر اللي يعني حتى اهي يا جماعه، اهي فاكرها دي، اهي هي دي صح، ده الهدف الفضيع ده بتاع اسك اهو. مش شريف مسك الكره وسابها، والواد ده كمان الكره عدت من بين رجلين شريف، يعني اصعب من دي، لانك انت وقتها قلنا الستارز بتاع الواد في وش شريف ولا في رجلين شريف لو تفتكر. انا افتكرتها اهي. لا هو جمهور الاهلي فاكر الجون جدا يعني. ايوه ما انا بس كنت ناسيه والله. اهو يعني حاجة غريبة جدا 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 جدا. واخد بالك انت؟ حاجة غريبة جدا 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 جدا. حاجة غريبة جدا جدا. فبس نرجع لموضوعنا بس عشان اختم مع احمد. قال لك ايه؟ قال لك جهاد جريشه ومجدي طلعت، ده ولا اسمه مجدي مين؟ الحكم اسمه طارق مجدي وانا مش عارف مين. ده مجدي طلعت ده مغني. يقول لك ايقافهم. يا عم عيب عليكم، بس عيب عليكم. عيب عليكم يا جماعه. شكرا يا استاذ احمد. اخيرا يا صاحب النصر، قناه النادي الاهلي يعني برنامج كلاس في المونديال بيعود اليه كابتن اسلام الشاطر. برنامج ان شاء الله يبدا يوميا يوم الجمعه القادمه من 8 ل 10 مساء لحد نهايه البطوله. للناس اللي بتقفل على الكابتن اسلام الشاطر وقناه النادي الاهلي تغطيتها للمونديال من 8 ل 10 كل يوم برنامج الاهلي في المونديال. الاهلي باذن الله يسافر يوم الجمعه الى قطر ان شاء الله، يعني الاهلي يكون موفق ويكون يعني خير تمثيل الكره الافريقيه باذن الله يعني. شكرا جزيلا يا استاذ احمد. شكرا جزيلا استاذ عبد الناصر.